نص الملعب تشاكر بدأت الأشغال فيه يعني حقيقة، ولكن كان بعض الأشغال ربما راح تأثر على سير المقابلات السد اللي خاصة بالفريق الوطني يوم 29 مارس، وبالتالي المؤسسات اللي راح تتكفل هي تم إسناد المشاريع لها بدأوا في الجزء الذي لا يزعج يعني المقابلة القادمة. مباشرة بعد نهاية المقابلة ستتم عملية البداية النهائية يعني والله البداية الأخيرة يعني لاستكمال كل الأشغال المتبقية.